السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامحونا وأسفين على الإزعاج، لكن الكلام اللي بقوله الآن والله إني راح أسأل عنه يوم القيامة، وأنا أعلم إن الله وأجزم عندي ثقة ويقين إنه يسمع هالكلام. اتصلت علي واحدة تعاني من اكتئاب وحالة نفسية 8 سنوات، قالت أبو جود أبغاك توصل هذه الرسالة للجميع. تقول أنا أعاني من اكتئاب 8 سنوات وحالة نفسية وعلى الحبوب المهدئة، تقول ما خليت شيء. تقول يوم من الأيام جلست مع صديقتي فأشرح لها موضوع الحبوب والتعب والمراجعات إلى آخره، قالت يا فلانة كيفك مع صلاة الظهر؟ تقول صدمتني، قالت والله أصلي لكن أجمعها مع العصر. قالت لا صليها فوقتها. قالت ليش؟ قالت صليها فوقتها بتشوفين عجائب الله وقدرته. تقول قسما بالله العلي العظيم ما سألتني إلا عن صلاة الظهر. تقول أنا حياتي من يوم أعرف نفسي لازم أجمعها، أنا راعية سهر. تقول يا بوجودي أنا راعية سهر ما أنام، إذا جاء الفجر ودي أصلي تقول أصلي بس أجمعها الظهر مع العصر. تقول حافظت على صلاة الظهر، تقول والله وتالله وبالله إنه ما عاد أخذت هذه الحبوب ولا المهدئات، وتقول جاني استقرار وراحة نفسية ما الله بيعني. يا جماعة الخير كل الصلوات، لكن صلاة الظهر كثير منا يفوتها بسبب نوم وسهر وإجازات إلى آخره، فيها بركة ما الله بيعلم كل الصلوات، لكن إذا جاك حالة نفسية أو اكتئاب أو شيء من أمور الدنيا أو ضيقة فارجع لله واصدق مع الله وحافظ على الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، انشروا هذا المقطع وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين. السبب في أن المرأة هذه تعيش حياتها طبيعية محافظتها على الصلوات وخاصة صلاة الظهر في وقتها. الله يحفظنا وإياكم، فما الله.